تعالى نروح على البنك المركزي الذي يحذر. بيحذر من ايه؟ من العملات المشفرة كريبتو كارنسي. مش البنك المركزي المصري بس اللي بيحذر من ده، أكتر من بنك مركزي على مستوى العالم يحذر من تداول العملات الرقمية الكريبتو كارنسي. ليه؟ ده اللي احنا هنفهمه. بس الغرامة بتاعت التداول ده قد ايه؟ 10 مليون جنيه. تاني، 10 مليون جنيه. خد بالك انه بص، ايه المشكلة بتاعت الكريبتو كارنسي بشكل عام؟ الكريبتو كارنسي مشكلتها امام الاقتصادات العالمية ان هي اسهل وسيلة ممكنة لغسل الفلوس. فلوس بتخش تختفي، شكرا، وانت اصبح في عندك في محفظتك او في الوالت بتاعتك او في الحساب برضو الافتراضي اللي انت عامله عملات افتراضية، بقى بيتكوين، ايثر، زي ما يطلع في بقت مئات العملات الرقمية اللي موجودة من ادنى الاسعار الى اعلى الاسعار اللي بعشرات الالاف من الدولارات. حلو. بس هي تم اختراعها بغرض واضح معلن، يعني انه يا جماعه ده التطور الطبيعي في العملات، وان كل شيء يرقم فالعملات تبقى رقميه، فبنستخدم حاجه تقنيه اسمها بلوك تشين علشان نقدر نشفر بيها هذه العملات، فعمليا ما حدش يقدر يعبس بالمناسبه بالعمله ولا يعرف يسرقها ولا الى اخره. لكن عمليا هي بيتم تداولها ازاي؟ هي بيتم تداولها في غسل الاموال القذره، فتتحول هذه الاموال بدل ما بتخش جوه البنوك فتصبح معلومه امام البنوك المركزيه او الفدراليه اللي موجوده في الدنيا، لا، هي اصبحت موجوده على الجهاز اللطيف ده من غير رقابه من الاجهزه المصرفيه في العالم، فتتحرك في الدنيا كلها دون رقابه. طيب خلونا نحاول نفهم أكتر من دكتور كريم العمدة، وهو أستاذ الاقتصاد الدولي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. وحاول قدر إمكانياتي اللي على قدها أن احنا بس نحاول نفهم إيه قصة الكريبتو كارنسي، لكن مع دكتور كريم العمدة يشرح لنا باستفاضة وبأسس علمية كما جرت العادة. إيه خطورة الكريبتو كارنسي للدرجة دي، أو العملات المشفرة أو الرقمية، لدرجة أنه البنوك المركزية في دول كتير في العالم تحذر من تداولها، والبنك المركزي المصري يحذر ويضع غرامة تصل إلى 10 مليون جنيه؟ طبعا يعني احنا نتفق على حاجه في غايه الاهميه. اولا ان يعني انا ما بطلقش عليها عمله رقميه، هي ليست بعمله، لان هي لا فيها خصائص النقود ولا فيها وظائف النقود اللي احنا المتعارف عليها، لكن احنا ممكن نقول عليها وحدات مشفره. كمان برضو لازم نفرق بين الوحدات المشفرة والوحدات الرقمية. الوحدات الرقمية دي موجودة، أو عملة رقمية، ممكن يكون في عملة رقمية، ممكن يكون في جنيه مصري رقمي، في يوان صيني رقمي، في دولار أمريكي. صحيح. في دول عملت حولت عملتها لعملة رقمية، وده متاح أي دولة في العالم تبع البنك المركزي الخاص بيها تطلق ما يسمى العملة الرقمية. لكن الوحدات المشفرة اللي احنا مفهوم متعارف عليها زي البيتكوين واخواته وخلافه، هي دي اللي محل خلاف، ويعني يمكن أغلب بنوك مركزية في العالم كلها بتمنع التعامل فيه. طبعا البنك المركزي المصري كان طبق في 2020 المادة 206 من القانون 197، منع بشكل مباشر صراحة ان ممنوع التداول والترويج والتعدين، واي ممارسة اي نشاط خاص بالعملات والوحدات المشفرة هيكون في غرامة وحبس، غرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن 10 مليون. واوضح البنك المركزي لانها وحدات سريعه التقلب، يمكن في ناس كتيره يعني انجذبت ليها، وكانت حديث السنوات السابقه خاصه منذ عام 2016 لما سعر البيتكوين زاد بشكل كبير لدرجه انه وصل لوقت من الاوقات تجاوزت القيمه السوقيه للعملات او الوحدات المشفره تجاوزت ال 2 تريليون من الدولارات، بل اكثر، 2.5 تريليون من الدولارات، ولكن طبعا حصل لها انخفاضات جامده كبيره جدا واسعارها اصبحت يعني حصل فيها انخفاض شديد، وهو ده اللي حذر منه البنك المركزي، واحنا بنحذر منه كخبراء. يعني انا من وقت ما ظهرت او ابتدى الحديث عن الوحدات المشفره او العملات المشفره البيتكوين واخواته، وانا رافضها رفضا باتا، رافضها ومانحها جدا جدا، وعمري ما انصح اي حد ان هو يتعامل بها، على الرغم ان الكلام يقول لك ده المستقبل، دي الناس بتكسب منها، ده العالم بيتجه اليه، الدوله الفلانيه سمحت بيه، الشركه الفلانيه شركه تسلا مش عارف قبلت المدفوعات، ده الكلام ده كله لن يعطيها اي قيمه. هي
حته يعني يمكن يعني يمكن حتى يمكن يعني اكتر حاجه دقيقه تحدثت عن العملات المشفره هي الفتوى اللي صدرت من دار الافتاء لما قالت حرمانيتها تاتي بان هي بتخل بتوازن السوق ومن قيمه العمل. انت بتقيمها على اي حاجه، ايه اللي خلفها؟ يعني ايه هي اللي بتقدمه من قيمه مضافه او بتقدمه من منفعه، او ايه قيمه العمل اللي تم اللي بذل فيها علشان تتقيم بالسعر الكبير ده؟ وعشان كده احنا شفنا عشان هي نوع من انواع المضاربات المستثره، وعشان الناس بتخش تضارب وهي مش عارفه ايه قيمتها او مش عارفه ايه اللي وراها او ايه لغزها او مين اللي عملها او المنصات، لان هي يعني المجهول او يعني الغموض يحوط حواليها، فالناس بتخش تشتري وتتداول وتبيع وتشتري على اي اساس. عشان كده احنا شفنا من قيمه كام سنه وصل سعرها ل 68000 دولار الان باسعار النهارده وامس بنتكلم ب 17 و19 و20000 دولار، ده سعر البيتكوين، يعني انخفاض كبير في السعر، وانا ما اظنش ان هي هترجع تاني للاسعار السابقه، لان هي نوع من انواع المضاربات علشان تجذب الناس تخش تشتري وتشتري وبتاع وتخسر اموالها. طيب ايه اضرارها على الاقتصاد؟ هنا الحته المهمه. طبعا العملات المشفره علشان هي بعيده عن اي سلطه مركزيه وبعيد عن اي نشاط رسمي، فهو فاحنا انا زي ما قلت من شويه ان هي اصولها تتجاوز التريليون بالاسعار الحاليه بعد ما انخفض، تتجاوز التريليون من الدولارات، ده مبلغ ضخم. ده بعيد عن الضرائب، يعني انت هنا البنوك المركزيه منعاها لان هي نشاط اقتصادي ما تقدرش تفرض عليه ضرائب، بعيد عن الاعين الرسميه لكل الدول، فبالتالي ده حاجه خطا. ايضا ممكن لو استمرت في الارتفاع واستمرت الناس تتداول وتبقى مغرمه بيها من غير اسباب واضحه ومنطقيه، ممكن تسحب اموالها في البنوك بدل ما البنوك بتدي 12 و13 و15% يقول لك لا ده انا اروح احطه في البيتكوين واكسب ضعف فلوسي. فطبعا خوف ان هي تسحب الناس مدخراتها من البنوك. ايضا بالنسبه لدوله زي مصر ممكن تضرك، تعمل نوع من انواع تسريب للدخل القومي، ان الناس تسحب الفلوس وتحولها الدولارات وتبتدي تتداول عليها المنصات دي كلها فلوس خارجه بره مصر. يعني كلام مش يعني كلام غير منطقي بالمره، بالاضافه لان هي يعني في النهايه يعني التذبذب الكبير وغسيل للاموال. يعني ويمكن احنا شفنا ان منذ الازمه الروسيه الاوكرانيه ابتدت الغرب والولايات المتحده تعمل نوع من انواع التقييد عليها، لان هي حست ان ممكن يكون الروس بيحاولوا يعني يداروا اموالهم فيها او يستخدموها في المعاملات الخفيه. يعني احنا ما نقدرش نقول عليها حتى اذا كان في بعض الدول وبعض الشركات قبلت التعامل بيها، ولكن هي ليست بعمله، هي لا بتقوم ب وظيفة النقود ولا هي فيها خصائص النقود. يعني وللذي لا يعلم وظيفة النقود ان النقود بتقوم بوظيفتها كمقياس، النقود مقياس للقيمة، أداة لاختزان القيم، وسيلة للتبادل، دي طبعا مش موجودة فيها، بالإضافة ان خصائص النقود ان هي تتمتع بالقبول العام وسهل في الحمل وقابلة للانقسام. يعني هي لا فيها لا وظائف ولا خصائص النقود، واحنا عشان كده برضو بنستمر ونحذر الناس في ان هي تتعامل عليها مهما كانت الاغراءات. طيب ليه يمكن... ايوه كمل يا فندم كمل. يعني كنت كمان اللي عايز اقول المهم بقى ان الحاجه الغريبه ان في مصريين كتير جدا بيتداولوا عليها، ودي حاجه غريبه. يعني انا بتابع الموضوع ده منذ سنوات وبتابع برضو فكره يعني المصريين بيحطوا فلوسهم في ايه، يعني مدخرات المصريين ايه الحاجه اللي بتجذب المصريين. فانا ملاحظ على الرغم من ظاهره المستريح اللي ظهرت ان الناس ادت فلوس للراجل وضاعت عليها، برضو البيتكوين شبيه بالمستريح، برضو فلوسك هتضيع عليك، برضو الاثنين حاجه ما لهمش اساس. ما هي فكره حلم الثراء السريع دون جهد مبذول. بالظبط. فيعني احنا برضو كان في تقرير صدر في اول 2022 من السي ان ان تحدثت ان كان عن طريق احدى المنصات ان مصر فيها 1.7 مليون متداول على العملات المشفره، وان الرقم ده يعني 2019 2020 زاد بنسبه 100%، وان في 2022 زاد عن السنه اللي قبلها بنسبه 250%، ففي زياده كبيره في المصريين اللي مهتمين بهذا التداول. كمان برضه انا عايز اقول ان تمنع حاجه زي كده هو ليس بقانون، يعني هو المفروض الناس تكون مقتنعه برضه ان ده حاجه يعني مش مربحه، وانك ممكن تخسر فلوسك مغامره غير محموده الحواقب، ومفيش حد تقدر تحاسبه تقول له انا فين فلوسي، انا حصل عليا نوع نصب واحتيال. هتشتكي مين؟ مين هتشتكيه؟ هتروح فين وتشتكي مين؟
البنك المركزي منحها ولكن انا وجهه نظري انك انت تمسك المتداولين او تحاول يعني تمسك المتداولين او اللي بيعدنوا دي حاجه صعبه جدا، خاصه ان يعني التعدين بتاع العملات المشفره بيكون عن طريق اجهزه كمبيوتر حديثه وهي موجوده في الاسواق. صحيح. طريقه تصنيعها وتجميعها موجوده على الانترنت، هي اللي تسوى جهاز كمبيوتر حديث وتزوده كروت شاشه وتشغله وتسيبه شغال مع نفسه، العمليه التعدين هتستمر اسبوع اسبوعين يعني. فهي الموضوع ده مرتبط اكثر بالثقافه، مرتبط اكثر لنكون مقتنعين انك انت بترمي فلوسك بتضيع فلوسك على حاجه ما فيش منها اي عائد. وبالتالي طبعا يعني انا ادعو المصريين ان هم اذا كان عندهم مدخرات صغيره ممكن يحطوها حاجه اي وعاء استثماري يكون لي عائد ومضمون وموثق، وتقدر لو حصل فيه اي خلل او اي مشكله تكون تقدر تحاسب حد عليه. طيب يعني طب هنا ممكن الاقي مواطن من المعدنين، وصح عندك حق جدا انه في مصريين بالفعل بيشتغلوا على موضوع البيتكوين مايننج ده او عموما يعني على الكريبتو كرنسي مايننج، بس يجي هنا السؤال يقول لك طب ما هو في دوله زي السلفادور على سبيل المثال اعترفت بتعدين البيتكوين ومستعده وما عندهاش اي مشكله في ان المواطنين يتداولوا هذه العمله، يبقى اكيد في فايده ما. طبعا يعني السلفادور اتخذت القرار ده من اكثر من سنه، وان هي يعني اعتبرت او صرحت باستخدام البيتكوين. ولكن على فكره يعني رئيس السلفادور استخدم جزء كبير من اموال دولته واشترى البيتكوين باسعار عاليه جدا على فكره. وخسر. يعني اشترى وخسر يعني. هيواجه شعبه ازاي؟ يعني انا كرئيس دوله هواجه شعبي ازاي بعد ما حطيت فلوسي في مغامره غير محموده العواقب؟ انا يعني مش عايز عليها يبقى رئيس يعني ايه، ولكن ده تصرف غير رشيد. يعني انت مش شايف السلفادور مثلا حققت ثروات طائله من شراء البيتكوين؟ حتى لما انخفض سعر البيتكوين برضه دعا رئيس السلفادور قال لك ده انا هشتريه وهيغلق. يعني دي ما فيش دوله تدار بالشكل ده. ده مش شغل دوله ابدا انك انت تحط فلوسك في حاجه غير محموده العواقب. انا اعرف ان دول تستثمر اموالها في مشاريع، في حاجات انتاجيه، في مزارع، في اي سلعه او منتج تحتاجه دولتك. لكن البيتكوين ايه العائد اللي هيروح عليك؟ انا زي ما العائد اللي هيرجع عليك، انا زي ما قلت لحضرتك استاذ يوسف ان كان سعرها ب 60,000 دولار وب 50,000 دولار والسلفادور اشترته بالاسعار العاليه دي. صحيح. ووقع. طيب وقع بقى ب 20,000 دولار، ورغم ان دوله بحجم السلفادور هي دوله ايا كان، حتى اذا كانت دوله يعني اقتصادها متواضع في امريكا الجنوبيه، لكن في النهايه دوله اشترت العمله المشفره دي ما قدرتش تمسك سعرها. يعني هي بتشتري باموال كبيره ما قدرتش تعمل نوع من انواع سند لسعر العمله دي وانهارت. ده معناه ان الناس المتعاملين ومراكز القوه والمستثمرين الخفيين اللي بيتعاملوا على البيتكوين دول اكبر من الدول الصغيره دي. صحيح. انا بشكرك جدا. يعني ده الظاهر بالنسبه لي، مفيش معلومات مؤكده ولكن القراءات بتدينا الكلام ده. ولكن انا ادعو المصريين طبعا يبعدوا عن النوع ده من الاستثمار، قدامهم استثمار امن. طبعا هم اللي حط فلوسه في البيتكوين هو يبحث عن نوع من المخاطره على فكره. يعني هقول له حط البنك، هو مش في دماغه البنك، لكن اقول له توجه لسوق المال المصري، توجه للبورصه المصريه، هي البديل المناسب اللي انت ممكن تحط فيها مدخراتك وفي نفس السهوله وبنفس اليسر. يعني هتبقى على الاقل ليك حصه في شركه مثلا يعني ولا ارتفع. لكن على الاقل ليك حصه في شركه. صحيح. ليك حصه في شركه، هتبقى جمعيه عموميه تقدر تحاسب مجلس الاداره. يعني احنا بنتكلم في اقتصاد مش بنتكلم في اوهام. مظبوط. انا بشكرك جدا يا دكتور كريم، كل الشكر لدكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد الدولي.